أهلا بكم. اتهم بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني في تعز ميليشيا الحوثي والمخلوع باحتجاز أكثر من 200 شحنة إغاثية مخصصة للمحافظات في الحديدة. وأوضح البيان أن الميليشيا احتجزت القوافل الإغاثية المخصصة لمديريات ريف تعز، في حين دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة منسق الشؤون الإنسانية إلى القيام بدوره والضغط على الميليشيا للإفراج عن هذه الشحنات. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: عواقب استمرار احتجاز قوافل الإغاثة على الوضع الإنساني في المدينة، وموقف المنظمات الدولية واستمرارها في استخدام ميناء الحديدة. في ظل استمرار الجدل حول ميناء الحديدة، والذي تسعى القوات الحكومية والتحالف إلى تحريره من ميليشيا الحوثي والمخلوع، ورفض المنظمات الدولية لهذه العملية المرتقبة والتي تقول أن من شأنها أن تؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية، يبقى تعامل سلطات الميليشيا هو الوحيد الذي لا يتغير ولا يدور حوله أي نقاش. 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية كانت متوجهة نحو مديريات ريف تعز احتجزتهم الميليشيا وتمنع وصولها إلى المحافظات. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. لم تكتفي ميليشيا الإنقلاب بحصار حركة الحياة في مدينة تعز، بل عمدت إلى احتجاز قوافل الإغاثة المخصصة لنازحي المحافظة ونهب موادهم الغذائية. تحتجز الميليشيا قرابة 200 شاحنة إغاثية كانت قادمة من مدينة الحديدة في طريقها لإغاثة آلاف الأسر النازحة من الحرب التي تشنها الميليشيا على تعز. قوافل الإغاثة بحسب بيان مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بتعز كانت مخصصة لـ12 مديرية تحتضن النازحين الهاربين من جحيم المعارك اليومية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنهب فيها الميليشيا مخصصات الإغاثة الخاصة بتعز، حيث احتجزت بداية هذا العام أكثر من 64 قافلة إغاثية في مداخل تعز، وعددا من السفن المحملة بالمعونات الإنسانية في ميناء الحديدة، وفق تصريح لوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح. كما قامت الميليشيا بنهب أكثر من 2000 سلة غذائية كانت في طريقها إلى مشرعة وحدنان بصبر في فبراير الماضي. تعيش تعز كارثة إنسانية تهدد سكانها الواقعين تحت حصار الميليشيا وتجاهل الشرعية وصمت مجتمع دولي لم يتخذ حتى الآن مواقف جادة تجاه إصرار الميليشيا على منع وصول المساعدات الإغاثية للمحافظة. تغيير مسار إيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز عبر مناطق آمنة أضحى مطلبا ملحا يضمن وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، ولم يبق إلا ميناء عدن كما تقول المنظمات المدنية منفذا وحيدا وآمنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وينضم إلينا من تعز رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني سند راوح. مرحبا بك سيد سند. وبداية أنتم في بيانكم قلتم أنه ما يقارب 200 شاحنة محتجزة في الحديدة كانت ذاهبة إلى أرياف في مناطق تعز، ما الذي حدث بالضبط ولمن تتبع هذه الشاحنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أختي العزيزة، واقعة احتجاز ومصادرة قوافل الإغاثة التي ترحل عبر ميناء الحديدة ليست وليدة اللحظة، وإنما بصورة دائمة ومستمرة. رغم كل الإغاثات التي ترحل عبر ميناء الحديدة تتم السماح لها عبر تصاريح صادرة من وزارة الداخلية بصنعاء، ورغم كل الإجراءات الأمنية التي ورغم كل الإجراءات إلا أنه لا يمشي هذا التصريح عند أول نقطة التفتيش لتحالف الحوثي وصالح. فالمشرف أبو فلان أو علان هو الذي يأمر ينهي. بالنسبة لل في يوم الأربعاء الموافق 19/4/2017 تم ترحيل أكثر من 200 قاطرة خاصة إلى بناء عدة القمح عبر ميناء الحديدة، والخاصة ب 12 مديرية وهي مقبنة، خدير، سامع، حيزان، ماوية، الوازية، شماتين، باب المنجر، صالة، المعافر، من إجمالي 23 مديرية. نعم. تم احتجاز قوافل الإغاثة في كيلو 16 حتى يومنا هذا، والمخصصة لشهر إبريل 2017. فأغلب تلك القوافل تستمر الاحتجاج لأكثر من شهرين إلى 3 أشهر.
بينما بعض الكميات يتم مصادرتها ولا يتم الو دعم معك تفضل. فالبعض يتم الإبراج عنها بعد ضغوط كبيرة بعد أن يستمر الاحتجاز إلى 3 أشهر أو شهرين، ويتم الضغط عليهم بالإبراج عن هذه الغازات التي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياج. نعم. والبعض الآخر من هذه الغازات يتم مصادرتها. فمثلا مديرية صالة هي أحد مديريات مدينة تعز، من ضمن الدفعة الحالية والمحتجزة لم تصرف نهائيا لهذه المديرية طوال فترة الأحداث. نعم. وحتى هذه اللحظة وإنما تصرف بالحوضان بالتواصل مع التغذية المدرسية التي تأتي من صنعاء لصرفها في منطقة الحوضان، بينما مديرية صالة بالكامل محررة مع المقاومة الشرعية. نعم. والسلطة المحلية واللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة مغيبة عن الوضع الإنساني ولم تعلم نهائيا، وإن علمت في بعض الأحيان فهي نعم. آخر من تعلم. نعم. وصول هذه الإغاثة التابعة لبرنامج غذاء عالمي، هذه مهم جدا، اللي تدخل إلى تعز لا تلبي الحد الأدنى، والغريب أنها تستهدف شريحة واحدة من المجتمع وهو الضمان الاجتماعي. والجميع يعرف كيف كانت تتم اختيار فئات الضمان الاجتماعي التي كانت تعتمد قبل الانتخابات أو بطريقة عبثية لشراء ولاءات الناس، وأغلبها متوفيين ومكررين، فلم يتجاوز 40% من صحة تلك الكشوفات الضمان الاجتماعي التي جاءت من صنعاء. بينما الأحداث والحرب أفرزت فقراء معدنين وأكثر ضرراً ثمنهم بكشوفات الضمان الاجتماعي، ولكن للأسف تخاطبنا مراراً وتكراراً مع برنامج إذاعة العالمي بعدة الاختلالات. نعم. إذا سيد سند، هل أفهم من كلامك أن حتى المساعدات التي تصل لا توزع بشكل متساوي؟ هل هنالك معايير معينة لتوزيع المساعدات على المواطنين؟ لا توجد معايير نهائيا، المعيار هي تأتي من صنعاء لاستجداد شريحة معينة وهي الضمان الاجتماعي. بينما حتى معيار المديريات، مديريات التي تابع للسلطة الشرعية والتي تابع لجماعة لتحالف الحوثي وصالح، لا يوجد معيار للتوزيع. نعم. المديريات التي تخضع لقوات التحالف لتحالف الحوثي وصالح كميات كبيره وبصوره منتظمه وشهريه. ثم ان يتم احتجازها ولكن يتم الافراج عنها، بينما المديريات التي تحت سيطره السلطه الشرعيه لا ياتي لها الا الفتات. نعم. نعود لموضوع شحنات اليوم التي احتجزت سيد سند، هي تابعة لمن؟ من هي الجهة التي قامت بإرسال هذه الشحنات؟ وهل تم التواصل مع هذه الجهات، تواصلت مع الجهات المحتجزة للشحنات ليتم الإفراج عليها؟ طبعا هذه الغازات تابعة لبرنامج غذاء عالمي كما تعلمون. تمام. وتم إصدار بيان بذلك، وتم إرساله إلى إيميل برنامج غذاء العالمي، وتم إرساله إلى جميع المنطقة الإلكترونية الإنسانية السيد ديني، وتم إرساله إلى كل وحتى عبر الـ حتى عبر الـ الـ المواقع الإخبارية. نعم. هذه الشحنات التي ذكرت سيد سند نايا ليست المرة الأولى التي يتم احتجاز فيها شحنات المساعدة والإغاثية إلى مدينة تعز، ما هو مصيرها؟ يعني هل يتم مثلا الإفراج عنها لاحقا؟ أين تذهب هذه الشحنات التي يتم احتجازها؟ فبعضها يا عزيزتي يتم الإفراج عنها بعد شهر أو شهرين في إغاثات السند لثلاثة أشهر، لكن الغريب أن هناك مديريات، 3 مديريات مزرعة وحدنان يتم مصادرتها نهائيا من قبل جماعة تحالف الحوثي وصالح. طوال فترة الأحداث مديرية مزرعة وحدنان لم يتم الدخول لها نهائيا، وإنما يتم مصادرتها في مناسب مداخل مدينة تعز، بينما باستثناء دفعتين تم الترحيل لها عبر ميناء عدن لمديرية مزرعة وحدنان بالتنسيق معنا. وتم الدخول في تلك الإغاثات لهذه المديرية لشهر سبتمبر وأكتوبر فقط، رغم تواصلنا المستمر مع برنامج الغذاء العالمي في المنطقة الرسمية. إذا تكرر هذه الحوادث وعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، كيف يؤثر على الوضع الإنساني في هذه المناطق التي يتم استهدافها في المساعدات ولا تصل؟ الوضع الإنساني في تعز كما تعلمون يمر في مجاعة حقيقية، يعني لا داعي ان يزيد الجانب الانساني، الجانب الانساني في تعز على وشك الهاويه. فوضع الانساني مؤلم جدا،
فبعض الاسر انتحرت بسبب عدم استلام رواتبها او تسليم لاهلها الغذاء. بعض الاسر اصيبت في حاله نفسيه او في حاله جنان، يعني تجاوزت مرحله الحاله النفسيه في مراحل جنان. طلب التعزيز مدير جدا للغايه. وهناك قصور من الجانب الشرعي ممثله بالسلطه المحليه، ممثله باللجنه الفرعيه للغايه، ممثله بدوله رئيس الوزراء، بسبب ترحيل المواد الغازيه عبر المياه الحجر، رغم ان توابع الميتة القاطره التي الان محتجزه في الحديده هي ماده الخمس فقط، بينما بقيه التوابع اللي البقوليات والسكر والفاصوليا ستاتي عبر المياه عدن. نعم، إذن رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني سند الراوح، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. ينضم إلينا الآن من صنعاء المتحدث الإعلامي باسم مكتب الأمم المتحدة في اليمن زيد العلاية. مرحبا بك سيد زيد. مرحبا بك أختي الكريمة. إذا لعلك استمعت لكلام السيد سند راوح وهو رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني، يتحدث سند أن الشحنات المساعدات الغذائية التي من المقرر أن تصل إلى بعض المناطق في ريف تعز لا تصل ويتم احتجازها، وأن هنالك لا يوجد معيارية واضحة في توزيع المساعدات على المواطنين في تعز وغيرها من المشاكل التي تواجه المساعدات في هذه المدينة المحاصرة. سيدتي الكريمة، طبعا أنا ما عنديش تفاصيل كبيرة وكثيرة عما يتعلق بالحاويات المحتجزة في تعز الذي تكلم عنها أخي الكريم. هي 200 شاحنة كانت مرسلة من برنامج الغذاء العالمي، كانت من المقرر أن تذهب إلى أرياف في محافظة تعز، كانت آتية من الحديدة وتم احتجازها في الكيلو 16. اطلعت أختي على الموضوع لكن لم يصل إلينا تفاصيل من مكتب الغذاء العالمي. أحب أنوه إلى شيء معين. نحن في الشؤون الإنسانية نعنى بكل شخص يحتاج إلى مساعدة ولا نميز بين طرف عن طرف آخر. دائما في كل بياناتنا ندعو جميع الأطراف في الصراع إلى التخفيف من حدة الاحتجازات والتخفيف وفتح معابر الوصول كل المساعدات. السيدي مما قلت لك قبل 10 أيام كان موجود في تعز ودخل إلى المنطقة المظفر وصالة والقاهرة وقام بزيارة المستشفى ودعا جميع أطراف الصراع يجب فتح كل المنافذ من أجل إيصال المساعدات إلى الناس. نحن دائما يا أختي الكريمة في تواصل مستمر مع كل الأطراف، سواء هنا في صنعاء أو في تعز أو في عدن، نتواصل معهم بشكل مستمر حتى نتمكن من إيصال المساعدات إلى كل من يحتاج إليها، ليس في تعز ولكن في جميع المناطق التي يوجد بها ناس محتاجين إلى مساعدة. نعم سيد زيد، وزير الإدارة المحلية عبد الرغيف فتح وجه رسالة لمنسق الشؤون الإنسانية في صنعاء طالبه بالعمل على سرعة الإفراج على هذه المساعدة التي تم احتجازها اليوم. لم يصل إلينا سيدي بما قلت لك الآن، وموجود في جنيفا لأنه في يوم 25 أبريل سيتم عقد مؤتمر للماتعين يشارك فيه الدول على المستوى الوزاري، تستضيفه الحكومة السويسرية والحكومة السويدية من اجل دعم اليمن والانشطه الانسانيه في اليمن. الى هذه اللحظه اختي الكريمه نحن على اعتاب نهايه شهر 4، ونحن الان الميزانيه المطلوبه كانت 2.1 مليار ولم يصل الى الا ما يقارب من اقل من 20%. نحن نعمل في ظروف امنيه صعبه، نحن نعمل بموارد صحيحه جدا، هناك ما يقارب من 17 مليون من يعانون من انعدام امن غذائي. نعم، ولكن سيد زيد ما فائدة كل هذه الجهود والمؤتمرات وإن كانت لا تصل للمحتاجين، لماذا لا تشكل موضوع احتجاز المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا، لا تعمل أي حساسية لدى مكتب الأمم المتحدة حتى في الحالات السابقة وليست هذه فقط؟ لو تابعتم أستاذتي الكريمة، لو تابعتم بياناتنا تجدون فيها دعوة لكل الأطراف، ليس طرف واحد، كل الاطراف، حوثي، صالح، التحالف، الحكومه اليمنيه، كلها ندعوهم في كل البيانات الى فتح كل المعابر وعدم احتجاز المساعدات وفتح كل المنافذ من اجل مساعده المنظمات العامله في المجال الانساني من ايصال المساعدات الى كل من يستحقها.
نعم سيد زيد، السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إذا كانت ميليشيا الحوثي تتعمد منع وصول المساعدات القادمة من الحديدة، فلماذا الإصرار على استخدام هذا الطريق، طريق الحديدة، مع وجود منافذ أخرى بالإمكان إدخال المساعدات منها خاصة إلى تعز؟ لماذا لا تأتي عن طريق عدن؟ طيب أختي الكريمة، أنا شرحت لك الآن قبل ثواني، قلت لك نحن ندرك أهمية ميناء الحديدة لسببين رئيسيين هما. أولا إذا قمنا بتغيير الطريق تكلفنا مجهود بشري ومجهود مالي، ونحن لا نملك حتى الموارد المالية من أجل هذا. الميناء الحديدة يستخدم لأن معظم الناس المحتاجين للمساعدة في المناطق الشمالية، إذا قمنا بتغيير هذا تكلفنا أموال طائلة وجهد إنساني أكبر، ونحن كلمتك لم يصل إلينا ما طلب في خطة الإستجابة الإنسانية 2.11 مليار، لم يصل إلينا إلا ما يقارب من أقل من 20%. نتمنى أنه في مؤتمر المانحين الآن الذي سيعقد بعد يومين الثلاثاء، أن الدول المانحة والمجتمع الدولي سيقدم مساعدات أكبر لليمن. المساعدات لا نحتاجها إحنا بعد أسبوع أو بعد شهر، نحتاج المساعدات الآن. نعم وضحت الصورة سيد زيد، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من جنيف رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح. إذا معالي الوزير مرحبا بك، بداية معنا المتحدث الإعلامي باسم مكتب الأمم المتحدة في اليمن الذي يحدثنا من صنعاء، يقول أنه لم يتسلم رسالتكم حول ما حدث اليوم من احتجاز لشاحنات الإغاثة والتي قلتم أنكم أرسلتموها إلى صنعاء إلى المنسق الشؤون الإنسانية جميل دريك. شكرا جزيلا. أولا ليست هذه المرة الوحيدة التي تقوم بها القاطرة الميليشيات المسلحة باحتجاز مواد أو قافلات غذائية، هناك 223 قافلة إغاثية غذائية تم احتجازها في العديد من محافظات الجمهورية، في المحويس، في حجة، في إب، في تعز، في أكثر من محافظة. نحن خاطبنا برنامج الغذاء العالمي سابقا وأصدرت اليوم أنا بيان واضح على المنسق الشؤون الإنسانية أن يتحقق من هذه الحادثة. نحن نتمنى أن يكون كلامنا غير صحيح، ليس القصد هي الإدانة، ولكن القصد هو منع الميليشيات المسلحة من هذا العبث المتكرر، والذي لن نجد منظمات الأمم المتحدة تصدر حتى بيان توضح حقيقة ما يجري. هذه هي النقطة الرئيسية، ليس القضية أن والله نحن ندين، بالعكس نحن اليوم موجودين في جنيف لكي ندعم الأمم المتحدة في دعوتها للاستجابة الموجودة، ليس بيننا وبين الأمم المتحدة أي إشكالية. الإشكالية الميليشيات المسلحة اليوم تنهب المواد الإغاثية، بالأمس احتجزت 40 موظف من موظفي مشروع صندوق التنمية الاجتماعية، وقبل هذا الأسبوع احتجزت عدد من ممثلي أطباء الأحدود، وبالأمس احتجزت عدد من المواد الدوائية لغسيل الكلى في تعز. أين المنظمات المتحدة لكي تقول كلمتها وتظهر الحقيقة للعالم؟ نعم سيد عبد الرقيب، هل هنالك أي شيء آخر لدى الحكومة غير التنديد يمكن القيام به، كأن تغيير طريقة خطابها مع المنظمات الدولية أو تشرع في توثيق حالات منع القوافر وإشعار الأطراف الفاعلة والمؤثرة داخل الأمم المتحدة بطريقة رسمية أكثر؟ نحن نتعامل كدولة وليس نتعامل كعصابة، يعني استعداد الميليشيات المسلحة تتعامل كعصابة تقطع طرق، نتعامل للوسائل القانونية للجهات المسؤولة عن الجهات المسؤولة التي تسير هذه القوافل. برنامج الغذاء العالمي هو الذي يسير، الأمم المتحدة هي التي تسير هذه القوافل، عليها أن تقول كلمة الحق أمام من يعيق الانسياب السهم الثلث للمواد الإغاثية. أصبحت اليوم مسألة التقطع والنهب ليست أمر عادي، أصبحت ظاهرة نظرا لانتشارها. نحن من خلال قناة سبا ندعو منظمات الأمم المتحدة لأن تقل قواعد الشفافية والمسؤولية وأن تدين أي جهة حتى لو كانت الحكومة الشرعية، لكن هذا السكوت المريب أمام كل الأموال التي تنفق من أجل الإغاثة وأمام حجم المأساة التي تدعى عنها الأمم المتحدة بالأرقام، هذا أمر يجعل الأمم المتحدة بسكوتها تتشجع الميليشيات المسلحة. أنا أؤكد بأن اليوم موجود دولة رئيس الوزراء في جنيف لكي يدعم نداء استجابة المتحدة، ليس بينا وبين منظمات الأمم المتحدة أي إشكالية إدارية أو إشكالية
متعلقه، نحن نقول اشكاليه في الاداء، هناك مشاكل كثيره في الاداء، والامم المتحده لا متكرره بتغيير وسائل وصول المواد نعم. الغازيه سواء معالي الوزير نعتذر منك لرداءة الصوت من المصدر، سنعاود الاتصال بك لعله يكون افضل. اذا عوده اليك سيد زيد، القافله التي احتجزت اليوم هي في الحديده في الكلوست 10 كما قلت لك، الا يعزز ذلك من فكره وجود من فكرة وجوب استعادة ميناء الحديدة من قبل الحكومة الشرعية، ويدحض أيضا مخاوف الأمم المتحدة والأطراف التي ترفض فكرة استعادة الميناء، معللة ذلك بأنه الميناء الذي يدخل منه المساعدات إن كانت تدخل ويتم احتجازها ومصادرتها وبيعها بالسوق السوداء، إذا ما فائدة الإبقاء على الميناء بأيدي الميليشيا؟ أخي الكريمة، أنت تتحدثين مع شخص متخصص في الشؤون الإنسانية، لا علاقة لي بالصراع السياسي، أنا أتكلم من وجهة نظر إنسانية. عندما تم طلب من الأمم المتحدة أنها تقوم بالإشراف على ميناء الحديدة، لا نستطيع احنا القيام بهذا الشيء، هذا يحتاج إلى قرار مجلس الأمن. نحن نتحدث إنسانيا، إذا حدثت عمليات عسكرية في الحديدة وتم إغلاق الميناء ستتراكم الحالة الإنسانية واحتياجات الناس في المناطق المحافظة الشمالية كبيرة وعدد كبير. نحن ندعو، تكلمنا مرارا وتكرارا في آخر، اسمحي لي هذه الكلمة الأخيرة، نحن دائما في كل مسائلنا نقول المساعدة الإنسانية ليست هي الحل، الحل الوحيد الذي يحتاجه من الآن هو إنهاء الصراع وعودة جميع الأطراف إلى الحوار. نعم، إنهاء الصراع يتطلب أيضا أن معادلة القوى على الأرض، بأن تقبل الميليشيا بالحلول السياسية وتسليم السلاح والانصياع للقرار الدولي. لا استطيع التعليق على هذا الامر، انا كلمتك انا شؤون انسانيه، لا استطيع الدخول في المجال السياسي هذا. نعم سيد زيد، اذا الان حيال هذا الوضع واستمرار احتجاز الميليشيا للمساعدات الغذائيه، ما الذي يمكن لمكتب الامم المتحده ان يفعله حيال هذا الامر؟ اذا تاكدنا من الامر وتم جمع جميع المعلومات المطلوبه، سيصدر بيان قوي جدا وشديد اللهجه بأن المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى كل من يحتاجها، وعلى جميع الأطراف عدم التعرض لأي مساعدات أو قوافل إنسانية تتجه إلى ناس محتاجين إليها. نعم، إذا سيد زيد العليا المتحدث الإعلامي باسم مكتب الأمم المتحدة في اليمن كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك معالي الوزير عبد الرقيب فتح، إذا سيد عبد الرقيب لعلك استمعت لحديث السيد زيد العليا وهو المتحدث الإعلامي باسم مكتب الأمم المتحدة، والذي تحدث عن أهمية ميناء الحديدة لدخول المساعدات إلى المواطنين في الوقت الذي ترفض فيه المنظمات الدولية أي عملية عسكرية في هذا الميناء، تحت مبرر أن ذلك سيؤثر على تدفق المساعدات. لا نرى لها أي تحرك لمنع الميليشيا من احتجاز المساعدات. أنتم في الحكومة الشرعية ومع استمرار هذه التصرفات من قبل الميليشيا واحتجاز المساعدات خاصة الداخلة من ميناء الحديدة، كيف يمكن لكم أن تتواصلوا مع هذه الجهات الرافضة لمعركة ميناء الحديدة لإقناعها بأهمية هذه المعركة؟ ليس من مهام الأمين الموثق الشؤون الإنسانية في صنعاء توجيه المهام العسكرية والحملات العسكرية. الحديدة محافظة تدفع الجمهورية لم يوجه ذلك هي والميناء للقوات الشرعية. على موثق الشؤون الإنسانية أن يهتم برفع الحصار عن تعز، أن يدين احتجاز القافلة الإغاثية، أن يهتم بإغاثة اليمنيين الذي قال أنه يمثل 82%. ليس من مهامه توجيه العمليات العسكرية، يجب أن تكون كل المحافظات والمطارات تحت سلطة الرئيس الشرعي عبد الله منصور هادي والحكومة الشرعية. هذا أمر محتوم ولا يستطيع أي شخص. نحن نقول هناك بدائل عدة. ماذا حدث في البقاء؟ نحن قلنا من أوائل من أقام عملية إغاثية متكاملة. أين الأمم المتحدة مما كان تقول عليه في المخاء؟ لا يجوز لمنسق الشؤون الإنسانية في صنعاء أن يحدد مسار العمليات العسكرية، مهامه الإنسانية وليس نعم العسكرية. نعم سيد عبد الرقيب، هو لم يفعل ذلك. معالي الوزير، لماذا لم يتحقق حتى الآن مطلب إدخال المساعدات الإغاثية من منافذ أخرى غير الحديدة كعدن؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المسؤول الإعلامي وإلى منسق الشؤون الإنسانية. نحن نقول ميناء عدن جاهز لاستقبال الإغاثة
والمساعدة على فك حصار تعز 100 كيلو ما بين عدن وتعز، وهم يريدون أن يوصلوا المسافة إلى تعز عبر صنعاء أو عبر الحديدة بمسافة تزيد على 265 كيلو. أين نعم. العقول التي تقول الآن 100 كيلو ما بين عدن وتعز، لماذا لم يأتوا إلى عدن ووصلوا الإغاثة إلى عدن؟ نعم معالي الوزير، أنتم في الأسبوع القادم ستلتقون في جنيف. نعم في الأسبوع القادم ستلتقون في جنيف بالمنسق الشؤون الإنسانية، هل ستطرحون عليه مثل هذا الطرح وإقناعه بأن اللجوء إلى منافذ أخرى؟ نطرح كل الأمور التي بعثنا بها الرسائل سنناقشها بإذن الله. ندعو الأمم المتحدة إلى يعني موضوع جميع الأطراف، جميع الأطراف، هذه بصراحة عبارة مطاطة غير مقبولة. يجب أن يدان، أنا كما قلت يجب أن يدان من يقوم بعملية احتجاز القوافل الإغاثية أو منع القوافل الإغاثية للوصول إلى صعدة أو صنعاء أو أي محافظة من محافظات الجمهورية. نعم وضحت الفكرة معالي الوزير، لا يلقي بالمسؤولية على أي طرف. نعم شكرا جزيلا لك معالي الوزير، كنت معنا من جنيف. إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، لا يسعني إلا بالأخير لأن أشكركم وأشكر ضيوفي. كان معي رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني سند راوح من تعز، وكان معي من صنعاء زيد العلاية المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، وكان معي أيضا من جنيف رئيس اللجنة العليا للإغاثة معالي الوزير عبد الرقيب فتح. شكرا جزيلا لكم.